بين لوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي ما أجلس هذا المركز هذا قصة الله بني أنا جو وناك إسفرين محمد إسكره بين إلهي سبحانه وتعالى حكبره وحن شيئين إن إلهي إدرتي إخلاص نون قضان أو أنكو انتفاعنا عد لو شيء غير أنكو انتفاعه. طبعا حيوي إن مركز قاركود وحاجر سؤال بدنا صول الله أبته سؤالها صول الله أبته مركز حيوب بهين مركز قاركود حلقات يرير نقسم هيو سيدات كان سؤالها ديك قبان أما وح لقيت تغي وح كذا درس دان مسألة صول الله أبته ما أنتر بينك هذا الوحيد هاي مسألة الحداد أما أصايدة مسألة أصايدة واحد مدة إن إسلام كانوا أنتم شرعي أسود الجنين أحكام سو أسود الجنين جاهلي ذا وحبيك ودق مجرين ودق نوها أي سمي جرين قبل دمر كونين كيد ودنتو مثلاً تمر كونين كيد ودنتو وحياه بجاهلية أي سمي جرينه ودقد حوالها درك مرسنجرتو وقف أو لقى عرا إن إسكليكتو إن حدنا واحد مدة مر كإسلام كوي مدو أحكانتي لكلا عدي وشرع الإسلام كي يبين نقطتي دينت الإسلام كي وضوح هذا ونقضي ليلها كنهارها ونقضي حد إنه حد مدادات بطن أي واحد مداني قرافات كي وقت جاهلي ويلك ودقيهين أي وطن أي سوء علينا يان أي كل حد رأيان وقبل أن مسكين تهنين كي ذكر لنتي وإذا لبعت كل عضي ومصيبة كهبستي لا أي هي حد إنه وحي ودر أيان وحي أبغى حملي كرين ودينت إنه بري كتهاي قف كنا مرك مشقة يوصلينا ساس دراد يذبح عن وحن يصير مرك حلقة أنا سؤال شاس أحكامتي أو أصايد أو كومن إنك أيان كيرا قف كير سؤال كوي دينين أو كوي دي مركا سيدا ذا بأصايدا حكمة ذا ذا مركي لغا هدلايا وحي ليه نعلم ذا وحوي قور كي قبر ننك يكا حلاقات كده حيجي أيام أو ميثاق غليت كاها أذي بلانت أذك أها هذي تير رب يكوتي ماذا أو فرين أو دعين أو غيري يكوتي ماذا وحل ليه غيري داس وإن مركا أو لو برور ديقا سيدا ذا أبرر ديقة أما أن قفك أن إنه أو تيراني هذا غيرنا لك تيراني هذا لك حتى قفك أن أقرب الناس أها وحاس كيس أهيد أو جوجل شيء أهيد أو جوكتي ويكجد دون تهدتك كله دتك ولال دتك واحد لا ويكجد دون صدر عدد أحكام وحلوس الدجيه لعدم عقد زواج لها مركب وين أنت أوليها عقدك زواجك أيها الرسول لو كان قبل دمرك لفرة وحلي صدح ديك هترسته والمطلقات يتربصن أنفسن بأنفسن ثلاثة قروء صدح ديجي ترسنيسا أما ثلاثة أشهر والله تلام يحن لكن قبلنا محلي أفر بلوط يتمان عشاء ليري أرنتاس قال هذا مر كي بارين أي وحيابها آخرين وعجيبك وعجاز إسلام كحكم إذا إن يراهن قبل لقد انتي ما دام النحيسه محلي هي علاش هذا وحكجرة أما حتى ننكي هراء قبي إن شهودي سي ورحم كذا إسبرتين ومركزته شهودي سي يكون عيسي وعلي هاي رحمك كم جو عيسو إلا مددس أو شرع الإسلام كأشياء كتما هذا يسوق قاعدين قالوا نأفر عيشو يتمن أفر بلاد يتمن عيش مركز جوكتو قبل وحين نقلنا سالي مركز أي نك رحم كيس شهودي كبحيسة وحكم إلهي أقسم يا الله يعلم من خلقه واللطيف الخبير لكن أنا الحين ماذا ظاهر كأوجد نوحي تهاي كو للبراءة الرحم إذا كجرت oo ah in gabadhaas inay uur lahayn la ogaado 4 bilood 18 ciin waa cunugu waqtigu samays maayay oo bilaha markii la timaamo nafta lagu abuuray ay tahay taasna culimo ayaa tira marka laakiin taas kalgeed miya baraat raxmi ma yimaa baraat raxmi ahna sideeda ciddada caam ama ciddada furriinka ahaato ama ciddadan oo gabadha laga dhinta ahaato ciddadeeda waa ka weynta xikmad kala ku jirto cibaado ah amar ilaahay ayaa yimid qofka muuminka waxa la rabaa inuu ku adeeco ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma xirno ninkaagu muko marsuufi jiray muko xiriiri jiray muko lo joogi jiray markaa maqnaa jirin waxa laga yaba Soomaali jiro Thomson is arkina ka dhimanayo xulli u qaad urno umalihid walu ku yahay Thomson is maragba waxa lu leeyahay u qaad asayda u qaad leeyahay markuu arinta cabudi ah oo ilaahay lagu dhawaanay gabadha waajib ilaahay saarway oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka noo sheeg walidin oo toofona minkum wa yadhuruna azwajina tarabasna bi anfusina 14 ashhur ilaahi quraanka ku sheega afar bilood itamaac ishood marka gabadha ugu haa waajib weey kuma xirna ninka mas ku xumaayeen mas ficnaayeen marka mas'aladan kale marka oo ah inay uur leheena ay sababta naqan kartaa sidii gabadha kale laftigeeda ciddada gabadha la fur laftigeeda
عبادة هو إلهي سبحانه وتعالى يقول دوانيس إن عدة ترسطه أحكام بين الله ذاي إماها نينك لجوجي هادو نينك إذا تمان سنة كم قناصوا فرو عدة وترسنا إذن إذا الأقصي هنا أول قادن تمان سنة نينك كم قناصوا أول مقادن هادنا ما نكو صفر كو عدة ذاك الله ذا وصو ترسنا مرك أردت وأرين عبادة ماها كليه أورك وتبعوي لك أصالة أصل أهان وتعبدي هو عبادة إلهي سبحانه وتعالى يقول دوانيس حكم كذا ما دام أو يتهي أفر بلاد مركي يكد وانتهي سدح ديك اللي ترسنها هي يو سدح بلاد أفر بلاد لحد ذي طبعا عش لحد ذي نبيك عليه سلاس حديث كذا وأنا وحد ذي مركو لا تحد امرأة قبر على ميت فوق ثلاثة معناه درس قفك مركو تا ولالك قبر أو أسايد حافظتك قاضي دتك صاحب ذات يا قرابة دتك سدح بري أسايد لو ذكران أساي سدح بري وكو كالمي كران سدح ديك ده وبحاين إيدي كلي هذا كوارس ساسو نبيك عليه سلاس قبر إلهي سبحانه وتعالى لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حديث كلاها قبر إلهي آمن سن وآخرة آمن سن وحول أن تحد على ميت فوق ثلاث ما بنانا إني أصاي قادو أفر مع الموت أي قبر صاحبته ولغير أنت يكوك هالمين كرتاكلية إلا وحول على زوج أربعة أشهر وعشر أفر بلوت هدان أهل مركي حكمة هو تعبودي هذا وحاك لا أي شيئان علماء أن حق الزوج نواته ninkaas intaas xikmad loo yir asay ha qaado inkaas intaas sano oo aad isoo dhaqan isla nooleedeen oo maanta ilaahi oofsaday waxay tahay inaad marka aad xaqiis ah xifida xaq suujno ku jira ilaahan oo ka yeku wajibta marka cid ya qaaday marka cid ko waxa qaaday gabar kasto aqdi nikaah ku jirto ama gabadhaas ninka halaga aroos hala joogo ama lagu meherilay meher leh u hayo gabar ninkaas gabar kasto nin meher u hayo ninkaas meher u hayo hadoo dhinto gabadh waxa laga rabaa furinko kala ma furinka marka gabar Soomaali jirto lagu meheriyo oo agulgaas arkin oo hadda aad furtid maalinka furtid maalinta ku xigtay ninka la guursanay taas maanta furtid maalinta ku xigtay ninka la guursanay maxaa dhacay falaysa alehna idda taatadunha ilaahay subhanahu quraanka ku sheema daama min qabl an tamassuhunna ay tahay oo inta istaabanin oo arag khalu ay dhicin haday tahay biriga ku xaysan laakiin tan oo hadoo dhinto saas ma gabadh oo Soomaali lagu meheriyo oo aad waliga arkin haddii adiga dhimatid asaay qaadaysa waan ku dhaxlaysa tii hor laak cid maleen furing waa farqi asa u dhaxay walaalka gabar kasto aqd nin xirgiisa ku jirta ninkaas dhintay ama ninkaas uu galmoodo hala joogo ama waligood ha kala maqnaadaan waxa way ku waajib waa in cidada tirsata naam waxa sidoo kale ilaahay subxaanahu ta'aala quraanka uu noo sheegay illa haday tahay ان مدده ان كهدلينا marka shuruudahaad maxay tahay inta mudada gaarin shuruud qofka oo qaaday shuruudiis maxay tahay koow waxaan niri inuu ahaado nikaah saxiix inuu jiraa nikaah oo falsa oo banban cid loo magalay oo asay loo maqaaday nikaah saxiix haduu jiro waxa leeyahay koow shardi ku waad waay qofkaas gabadhaas ninka nikaah saxiix ku qabay cid asay qaadaysa waxa kale lagu qaada bacda wafati ninka markuu geeriyoodo ay qaadaysa ninka nool asay lama qaadi karo marka geeridiisa laba xaalo way inay xukumo naqato ama xaqiiqatan naqato ninka uu leeyahay dhintay markuu dhintay asay ku waajibti gabadhaas ilaahay ku waajibi wax ninka waajibinaa qofka ku waajibinaysa ama ninka waa la waayo dhowr sano maqnaa maxkamad ayaa waxa xukunta ninkaas inuu dhintay asay qaadi hadan gabadha ninkeeda oo la xukumay qaaliga xukumay uu yiri muddada waa la isku qalaafsan yahay fuqahaade la xukumay ولا يري وحيتها إيه إني أصايدة يقادو وحا شردي الله شردي كسد حاد كل وحوي هاي مددو انتي انتي عددو كجرتيني أوقاتوي ما حنقول جيدا كاس وحنقول جيدا مثلا نينك هذا انتي إذن ما أوق نينك هذا دقالو كصوت انتي إذن ما أوق شم بلوت كبعدي ومدد عددو على غبح مركا أفر بلوت يوحي هاي يوحي هاي يتمع عشو شن بلاد كبعد على صوشي وحلينك جريس وعلى صوشي أساي مقادس أساي دوا دم مات مركز أساي دوا بحري مقادس أساي ما حد عي مددي إني كجرت حدات كالربا أو أساي إني كجرت هدي مدد كبعد أوجاتني كذا ورنتي قف كاس أساي لها كفوذي خلاص ما أوجانين ما دهيسو ما أنت أني مقلها أفر بلاد صو حساب ما دهيسو شرط جاس أو أصل كأه وحيمان هدي مددة muddadan waxa mudahadhu waxan kadalka sheegi doona quraafaadka lagu soo daray iyo qofku maxaa ku waajibay oo xasaayda wataan ka hadlayd muddada waxaan niri quraanka cadi 4 cisho 4 bilood iyo 10 cisho oo wiil bisha muslimka
bishii gaalada bilahan oo marna 31 mid ku dhamaaneeso oo marna 30 ku dhamaaneeso midna 29 ku dhamaaneeso midna 28 ku dhamaaneeso marna ku dhamaaneeso 28 mar 29 sharci islaamku ma taqaan maxay ila anaga bisheena waxa weey waa qamari weey bisheena anaga waa bil qamari ma aha shamsi qorax lagu ma xisaabo gaalada miilaadka xisaaban qoraxday ku xisaabeen xisaabtood anaga waxay tahay gabadha la furay gabadha laga dhintay kulli waxa la doonayaa ciddada inay ku tirsadaan shuruurta islaamka إن عدة شهور عند الله 12 في كتاب الله 12 شهر لبيت أنكاس بلوت وقرآن كإله يكون شيء يكون حسابه ما رأيسه فبراير ورورين كي أنت فبراير مارس محسابه نيسه بيش إسلام كم فبراير ورور حلال محيكو أدنى بيش إسلام كم رجب ما إهد شعبان ما إهد بيلها مسلم كي يكون حسابه نيسه بيش هاس مسلم كا وأفر طبعا قبل أنا قبل بيش يعني وحيته ومع الهابين كي دكتور معايا النبي عليه الصلاة والسلام حديثك حلية هاي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قبر إلهي آمن سن وآمن قيامنا آمن سن مجرته أو حليها إن فلا تحل نعم أن تحد على ميت فوق 3 ليال وحجيري مدام إلا على زوج 3 ليال حق الوح حسابي عنو حليه المال انتهى بين كذن إلى صعوته مركز تام مال انت وحال ربها بين كذن إلى صعوته بحيا لا مال انت إسلامك وحيد لماتا هبين كذن لماتا فير مال انك إسلامك شرع إسلامك أنك هذا ما انت وحان قبنا قميص قميص ولي كما بحين قميص قربي دمانه قرح لما كان دعدي دمانه قال هبين جمعه سو قال يا الله مركا غبد ان وحا لا ربا 4 بيلود اي 10 عشو حسابي مركا مثلا مركا وحي كسو زايدين ددك او قرا دينت ان هيسنين معناها وحيابها عجيب كا او اصل ان لهين وحي تا وحي كلهين نينكا ساعه او دينت اس اسايد لا دجينا ور ساعه لم حسابين اسلامك ساعه ما حسابين مساله لما اها gormay asaayid qaada saacadu gudka galay iyo saacadu nafta ka baxday iyo nafta markay ka baxday asaayid ay waajibtay waa garanay laakiin ina tiraa markaa ka degaysidna maxay ahayd subax mo dhintaha subax asaayid laga dajina habeen mo dhintay habeena laga dajay wax lahay ma jiray sharci meel kaga jirto ma la diinta waxa asal ah inuu qofku 14 bilood iyo 10 cisho xisaabto hadii ay maanta midna ninkeed ka soo qababo wuxuu dhintay subaxii subax u dhintay maanta 10 u tahay islaanti صبي حد أسايد كدك تهل بريال ولا يقال لي قبل ناس هل بريال ولا يسأذ أسايد كدك ما حد عي أفر يبلاد يتمك عيش وحيد ما نيس قرحة مركع دعوة مالين كتمنات قرحة مركع دعوة مالين كتمنات أي أسايد وما نيس إذا وحيد إني كي أصبح دنتي صبي حيك بحري أسايد أنا ما سني كدك تي ومشكلة وي سأزر هذا لما أقول إن ترى سعادة صور دنتي سعادة سلك دجا ما ما يخص عقوق أدنى إلى يسكون أدنى سعادة هذا ترى لقصي ترى هذا سحر رأينا دم يستي أو أه 10 بيلود iyo 10 عيشو markay ku dhamaato insha Allah odaygaaga galab dheer hadhinto oo 10 ka cishmaalinka dhameysanayse hadhinto en saq dhex hadhinto haday quraxda maalinkaas dhacdo asayid wa ka dagaysaa waa ku dhamaato of course shaki ka gala marka oo jiraan waxma ka dhiman hal biri ila biri ku darmeen xisaabta oo dhumi karta hatta salaada markaan ku jirno qofku ila jiray 3 raqcamaad ku tima 4 ku ka shakiyo waxa la 3 ka xisaab hal raqcad zaad ku dar qofkan waxa leh haday xisaabta ka dhimto markasta وهلي كذا لو قدر يدمه له لكن ما وحلا ده هايو ساعده نكا أنت صبح هادي قلب هادي هبين سقط هذا أسايل اللي دجينا ماله قصة أرضنا هدي دجي سنة قف كاس معنا لو قل ليه معايا وقت جاي ده معني وأرد أسوأ كون لو قاعد مدة حيث ك أسايل ده وحاسو قال كرنين قبر إسلام أور له إسلام أور لنك كده منكر أور كجرا أور كاس ولذلك وحال ليه هاي وحي قادنا إسائل ان ايد اهد وولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الهي سبحانه العموم كاس وحقصي سمجره او قبر كسو اور له ام ها اهات تلغا دنتي اما تن لفرها اهات اورك مركي دغت اي نقنيسا مدده ام هو ديرات ام هو غابت نعم بعد ابن عباس حلق حي ابعد الاجلين مثلا قبديو 9 بلود 9 بلود اي نك كدنتي بلك 9 بلود مركو نك دنتي مانكو دنتي مانكو خغي هدان دشه بعد فقهاء عليهن وأنا ما تأجل شيء بس قبل سنين أروى جورس كرتا وحيل عدة ذي ذي حكول عظيم قار قال بعض الصحابة عليهن ما هي ما دام أبعد الأجلين على فيرنا ماش دير مركز تقبس نيسا ماش دير معيتها مركز هدي بال جود هذي كل شو أما معلوم جود هذي كل شو مركز ليك دينتي أبعد وحاء أفر بلود نادا ما يسطو مركز عليه عنو مركز دشو هدنا أفر تضبي أفر تذ بلاد وحي يقول لنا يكسيد أما يستر نيسا قول كاس نواجرة وبعد فقهاء بضن يكون تجد وحكو صهري إن محاك واجبة قبلنا
meshaan waa quraafaadka oo ku badan yahay idana gabadha asayd wato maxaa waajib ku ah inay ka tagto waxyaabaha laga rabo maxay tahay oo xaaraanta inay u dhawaan koo waxaa loo diiday sharci nasnu ku soo arooray inay iscatariso isbarfuumayso iscarfiso طيبك اجتناب الطيب إلهان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري كجر حليه ولا تمص طيبا قبل أصايد قادي يبرفون اسكو شبين أما قولوا قيد هج وقته أما بناك بركة أبحا قبل هنا نابلو دي برفون إنا قصو عرفو أما أصايد هود أما نكا يتعنى ولا هذا لكن إذا تنقاس وحالوا ليه واه حتى بعض العلماء وحالوا يدي وحالوا قبل هذا برفون قد كورن برفون دي إيبسو برفونه إيه بيسابة كسوقات مجوجينيسا بيع بعد عمرنا وحيد ما بيع مجوجينيس لك واسك إلى هالنيسا بيع برفونه ذو وك كان عسك برفونه ذا قبل بدنا تكام فورين برفونه قبل كو لا تمسو طيما سماها وحاك لا كجر أيضا أو 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 أصل كأ إن إن أو قفك اللي قدونا يا اجتناب الزينة قروح ذا إني كفوقات وحك الصو قروحنا قروح ذا نر كذا إيه قروح ذا بدن كذا جير كذا jirku ma la qurxiya haa wal qurxiya maxaa loo qurxiya jirku waxa lagu qurxiya cilaan lagu qurxiya in dukuul lagu qurxiya bolbore iyo kareemaha iyo masaxiiq lan gabdhaha marsanayaan oo boodarka waxaan lays marinayaa lagu qurxiya en furruha gudusana lagu qurxin kara waxa soo dhan gabar asaay photoshop laga marabo moq xaraan inay ka tagto way jirkeeda dharkeedana dhar qurxoon oo dadka dhan ay arkayaan oo isha qabanayo inay gashato ma لكن ماشي خرافة هذا كسوق على ذاتك. كوه حي كسوق قالين حي كلهن نرجع عن جبرة وحلي هل نركو جوك. أساعد هل نري وظنسا. دين تملك وقص أرتها ماله. هي وحلي قروحنت وحلو جر مقبل سكرت. قالوا كسو دري. جبرت حلي جم أهل قبيس ما نجم أهل قبيس. ورقفنا ما أسبوع لنا قبيس أنا أكره. ما جبرة وقبيس نسا. ولذلك عرفت ولا قص على سابون كان يوحى ولا يسكون قاي وش جرك لقون قاي ولا قص على كاس. بعض الفقهاء عين حتى صابون كي عرفها اسكيل عليه لكن بابو حدو ادو عرفينين لا باس بها حتى ما دام مزيل ويحوز لنا وسقوا ودقا اسك قرحن ما وحان كلا واسك قرحن لكن صابون نكو قبيست مس قرحنين وسقوا اسك دقي كو قرافات كلا سلا سود الحلي قبل قبيسن هي وحلي هشليسن النبي عليه الصلاه والسلام وحو يردين تنتهى لكرامه قبل اساي قبطي قمه وشليسنيسا وشلنا ذاك مثلا ميا وحلو ديدي نعم وحق روح ذا سوق لايو اني تنت اعلان مرصته ولو ديدي اني تنت بلوكا ديكت عقار كديكت مال اوغل حرام وي ما حد دعي وحصل من باب الزين وي قرعي سوق لين لكن اني زريت كو شفته اني شليستو قروح ماها قمرنا عليه مدح سنيتها كو دوينين اساي افر بلوك قفا مدح شوبن قاسه دد كان او سومالي جوج ميلها قرح ذا جوج جيركود او باهنتا زليده dad kan yurub joogo saliid ma marsadaanba ayagu taaleeb marsanba laakiin dadkaas jirkooda u baahan yahay saliidaas marka qofkii waxa lagu rida in nabeel u rida waa diinta ma ku soo aruurin gabadhan qubays keenno keen hadiiskii ay tahay ninkii sheegay la qubays ku soo aruurin loo diido waqtiga hirtay qubaysanaysa en saliidii shubanaysa maalin kasta shalaysanay adeerto yaa u diid walaa ma diidin ajeehu askajara sidii fitrka ahsaab ama fitrka aha وصون فترة أوجري، إذن تاس وماشي بحاجة سوق قال وحكي لك فوقاني إسا قرحنت مع كم الحلي ذهب محرن كرتو جبر أساي وده ذهب قشنا جرو قاس كي جو جو حتى لقى ميلاي ذهب محرن كرتو حكومة دي هاي زينة دو كم دي هاي وحالدي ده وحكوليهن ان حتى معجونك اسنانته باستعمال كرسو قبل او حرفاي وحاس وحشك وقرافات كدتك لو شيغوي وحا كلا سو هاري وحا نيري حلو يده مركي لغا هادلي وخي بابا ضروره بابا ضرور ما مثلا قبل ان ديا وحا كغه دعي رمد اما وحا كغه دعي ان دافا كغه دعي او اساين وا ودا دقاتيرته وحا يرين هبينك ان وحا اورون ان كول هدا ان دا كول ست قروخدي كميتيد وان ان كول لو مو غلانان قف كاسو كل وحا لي ضروره waxa la ogol yahay habeenkii in kuulna subaxdii waska dhaqay gurigeeda markay jiifto ayay dhaqaysa idan waxa waajibaadka laga raaw fiir waa ku tirnaa koo waxaan niri waxa laga doonayaa in quruxda is quruxiska ay ka fogaato in ay ka fogaato arfinta oo barfunka ku tilmaama labo saddex waxaan niri dahab kala labisanaayo waa in iska dhorta
isqurxinta waxa soo galay waxa niri kareemadan isku ol isku qurxinay iyo boodan la marsanay iyo tinto cilaan la marsanay tinto rinjiga daawo madobeys wax la marxay la qurxinay dhan lama ogol gabadha asayd wad waxaan ku iri kan kale waxa taa luzuma baytaha guriga ninkeeda kaga dhinto waa inay saxata meel kale inay saxata ma gabadha badan markay ninka ku dhinto alle alla ninkee soo xasuusanaysa guriga halaga wado ninkii qolkii xasuusina qolka ma saxan karta ma ya qolkii inay saxata way maxay al qadaa ar rida bil qadaa ilahi in lagu raal naqdo waxay kamid tahay gabadha waxay ajir ku heleysa kamid tahay ajir la gafina gabadha waxa la doonayaa guriga ninkii kaga dhintay inay ku jeefato habeenki naam haday shaqeyso hatta ha shaqeyso looma diidin dadaha waxay yireen gabadha haday shaqeyso shaqada ka tagto maya shaqada ka tagto ma shaqada maalinteeda xijaabkeedi asturkeedi wixii qurxay ilen boolbaran wajiga ma marsan karto indhahan wax ma qurxisan karto haday wallahi fasax soo qaadanaysa dheesa saan fuul xumadeed in la arko marraba gaar waa iyadii u taala laakiin waxa shaqo looma diidayo inay shaqeyso qofka waa bixi kara walidaalika maalintii qofka xaajaadkiisa soo gudi kara waxaa loo diiday safara la diiday xata xaj iyo cumro ma aadi karto qofka hadduu asaayi wato ma aadayso waa dibay u dhiganaysa alaasaad ka baxdo safar daruura hadduu jiro oo macnaha ninkeeda meesha ku dhintay meel kale joogtay magaalo kale joogtay ninkee dhintay lasoo sheega marka guriga inay timaadaan rtaa usoo safarto xaaladaasoo kale waxay usoo socotaa ilen waajibka inay guudatay usoo socotaa xaaladaasoo kale safaradaasoo kale waa la ogolyahay inay gabadhi ay ahaato isbitaalay u baahan tahay isbitaalkay tegaysaa suuqay wax kasoo gadan kartaa waxyaabahaas wax diinta ninka yiraah waxaas ma jira waxaan leenahay dililkeen allahuma madhabka shaaficiga markuu dhahay gabadha in isqurxinayso waagi dadka baadiyaha joogo dadka baadiyaha joogo saliid waxay kamid tahay quruxday kamid tahay maxaa yeel gabadha remiga ariga markay raacday waxay soo kala habayso waa soo subkanaysaa subkadaasha marka gabar labisana loo arka tintay soo galaabanaysaa waa soo hadday subkato waa isqurxisay marka subkis in saliid iyo subag lagu subkado waa laga yaabaa dadka baadiyaha inay qurux u tahay kuwaas waxa leeyahay saliid ha marsanina maxaan dhahay kuwaas allah laakiin magaalo joogo saliid oo laysku subka laga hadlaa ma hatay madaxa lagu shubay xataa ma taas laakiin dhaqan ahaan marka in loo yiri waa laga yaabaa oo xataa kutubada qaar laga helo waa dhici karta sidoo kale waxaa la diiday keliya malaabis shuhur inay gaata dharka waa kalba bedeli maaha in halku ku taagnaanayso ma dhar oo indhaha qabanayni marba qaabda gashaysaa markay qubaysatay isnadiifisa miday gashanaysaa gurigeeda joogtaa waxyaabaha khuraafaadka oo dadka loo keeno waxaa kamid marka in la yidhaaho gabadha guriga mugdiha looga dhigo maka soo bixi karto maayla kusoo aroorta maal waqtigii jaahiliyada ee taas waqtigii jaahiliyada ahayd waxaa kamid in la yidhaaho ma banaana inay oo la yidhaaho maalan waxaa la leeyahay saliid madax ma ku shubi kartaa hadda aan sheego kale naam waxaa kamida marka waxyaabaha kale ee dadka ay keenaan in la yidhaaho tinta ma shallayn kartid waxaa kamid a sidoo kale ma qubaysan kartid ilaa maalinta jimcaha waxaa kamid a sidoo kale in la yidhaaho shaqo ma qaban kartid aa kamid a qaar waxay ku leeyihiin dayaxa markuu yahay habeenka banaanka ma soo bixi karta dayaxa markuu weyn yahay khuraafaadkay kamid tahay qaar waxay ku leeyihiin guriga ha ku jirto qof iyo arkin yaa la arkin haddii niman ay arkaan niman haddii arkaan hal maalinla lagu daraa toban afar bilood iyo toban cisha ahayd maalin kale lagu daraa oo kow cishay ka dhigaysa maadaa shalay nimana arkeen meelay ku qoran tahay malaha nin lama hadli karto waa la hadli kartaa waxay lamid tahay gabdhaha caadiga ninka waa la diiday falaa taqdacna bilqowl waa la diiday laakiin gabar nina isa shaqaysiin ma hool aa ku jirto inaad la hadashid umuuraha ake waxaa la diiday nin ma shukaansan karta nacam gabadha intay xidaad ku jirto nin oo shukaansan kara ma laha shukaansi looma ogola kalgeed ma ahna xataa tan la furay oo ciddada ku jirto lama shukaansan karo laakiin ina nin wax kala dhexeeyo la hadasho tukaan wax kasoo gadato ninka tukaanka la hadasho cid u diida ma laha dada aa ku daray oo an laa yujuusu laha takliim rijaal mutlaqan in la dhaho qaar waxay leeyihiin telefoon maka jawaabi karto telefoonka ma taaban karto kursigay ku fadhiisata nin kale ay ku fadhiisani kursi gaaray wadataa gambarkeeda loo wadaa maxaa qofka haran miya haran qofka qof muslim waay diina xadideyso diinta waxay u sheegtay ka haray laakiin waxaa adiid u sheegtay dadka kale khuraafaadka ay u sheegaan kama samaynayso nacam walidaalika waxyaaba cajiib ayaa soo galay maxaa soo hor masaladan kusoo qatamaya waxay tahay qur-aan oo iidan dhaqanka ah oo diintan waxu dhimaynin allahuma haddii ay dhaqan waay macruufu curfan kal mashruud sharda maalan gabadha markay asaayid ka degayso inay gabdho kale u wacato oo la muxaadareeyo ama inay sadaqa ay bixiso maanta ay dad iskugu yartay tiraha maanta waliima maxaa shukri nicma maxaa yeelay afar cisho afar bilood iyo toban cisho ayay waajib soo xambaarsanayd
إله واجب كاس عد كاس تومو فوزين طالع كودين باب واجب يقو أصايد وطة وحرم أذكر سمينين أذكر لك وصو إلى لسي نينك أقو حقي سو وجودتي كاس أو حلية مركا إن أو جبردي أو حلية حدي إتراه وكشكرنا دلنا أذكر ويريا وجبرد شاش ساركو كلامه شاش لكن كوا حنو جبرد مركي تزوجك تدلا شاش وشارة شاش دين محقق قبعة وحكي قبط ماله بحاي دين كمر مارس اللهم يدو قرافات كجرتو جبرد شاش ناكت وصارتو مال فراي مال يلا يعدو تو حا وسيد الكتاب قبله وكجرم وبنانو لكن إن لكن قام كسر لكن ليهين لكن كسر ماله يلا قديم مد أو دين كسر هرجي يلا قديم تذكر الله شرحه الله شيعه وحلي يراه كان قرافات ذكودن حفلة هذا بيجو أو تذكر سكوير لا بركع ركعتين شكر تكو aan dadka isku weeyar marka hal ogaada hatta nimanka kala ha ogaadaan oo damac ka lahay in maanta xafladda waxay dhigaysnaaga asay laga dajina nimanka dhana maqla hadhow nina ku soo doona karo baab kalena waa ka faa'iideysan kartaa markaas oo janis kale iman kartaa oo diinta xageeda looga faa'iideysto waa fiican tahay marka xafladda marka xeelado badan iyo xikmado badan ku jiro ya xafladahaas oo asay dajiska ya laga hor imaanin hadii nas ig reebin qodobka ugu dambeeyay ka hadlay waxay tahay telefoonada furaya insha Allah aan waxay tahay gabadha markay asayid ka tagtay maxay sameeyneysa waxay sameeyneysa si loo ogaado asayid inay ka baxday diintii waxa way markaas in la qalaaf ma aragt salaad sunnada oo maalinta ciida maalinta ciido ciid fatriga waxa leeyahay fajrka markii la adimo sunnu waxa ayna timir la cuno maxay nafta ma baranin quraac laan ay ahajirta markaa waxa leeyahay inta salaad la tukan afka hal fuura leeyahay maxaa dhacay nafta iyo waxa la farax la gelina wax laga mamnuuc jira loo fasaxay gabadhan markaa asayid dagtay waxay badan hadda ka mamnuucaha waxa la rabaa markii in ciilaan saarato dahabkii in xirato maalinkaas asayid laga dajinayo dahabkeedii in xirato dharkii fiicnaa in ay gashato in ay dareento in ay ka soo baxdo waajib ee ciideysa in ay dareento intaas waa sunna yiraahaan culimada in ay sameyn karto qadka telefoonka halow halow hamalay qofkaas waa ka go'ay dhinaca kale halow halow assalaamu calaykum sheekh xuseeyle wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh sheekh xuseeyle waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee mowduuca wax ka baxsan ee lacagta oo forsk haladaay sekada sekada waxa weydiin karaa ha weydii ha weydii kartaa weydii ha ma hada mowduuca oo waxa ka hadlaysay maxaladahay asaay iyo markaa xisdahay ama ma weydii waa weydii kartaa insha Allah marka sheekh xuseeyle waxaan rabaa lacagta oo sekada inaan ku weydiiyo tusaale ahaan lacagtaada sekada hadii aad kala goosatid waxaan biyo tusaale yar aan ku siinaa 20 kun oo dollar haystaa 10 kun oo dollar ina hadda sanad bishan aad sekada ka bixisid bisha dambana 10 kale aad ka bixisid taas ma sameyn kartaa maya ma banaan idon sanad kale gaarin maya sekada waqtigeeda waa dambabaysa aqiya ku ban qaada inaan noolaanaysid sanad kale yaa sheekhuna yaa ku ban qaada inaan noolaanaysid oo gaarisay bir dambo marka sekada waajib ku waa xaq xaq ila mala ogo waqtiga xaq maskiina ku jiro xaq maskiinkan waxa la raaba markay ajashi ay gaarto in hor laga bixiyo ah okay wa ma san ta sheekhuna ay jazakallahu khair dhinaca kale lo halo halo ha wa ku maqla telefoonka igala soo caa tv iska daa telefoonka igala soo aya ka go'a qof kaasan filay asagana dhinac kale low halo ha wa ku maqla akhi telefoon tv ga daawana hadaa tv ga daawatid ima maqliisid telefoonka igala soo qof kaas asagana cilada kaga jirtay dhinac kale halow tayib qof kaas nuxan filaya asagana cilad kale ka gashay qofka markuu su'aasha weydiinaya waxa wanaagsan halow 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 qofka markuu telefoon su'aasha weydiinaya marka hore tv ga ka jeesto ama iska gaabiyo si codku u maqlin halow sheekh ha waa ku maqla assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan ku weydiinaa su'aal qof agoon ee gurigiisa daa inaad tagtid naam qofka gurigiisa agoonta aad tagtay cunto isaga kuu keenay ma cuni kartaa xoolaha agoonta in layska ilaaliyo waa laga digay laakiin guriga ilmaha agoonta kale wad cuntada ma taal hooyada naftigeeda lacag ay leedahay waxbay leedahay marka yaa la goynay agoonta yaa la goynay qeyl laga dhiganin gurigooda waa la gooyay
أقولنت أجر وكجر مضح إن لو صلاحه تمه هذا أجر كله هليسا سيد الحديث كسؤال روري وهن وقشط هذا وإلهي قلبي جاس ولسمايا مركا هدي وجي لكن إسلامت وشج أقولنت لجوجت ده أنا حولها أقولنت أنا الصيني أنا تكو إيمان تاسك عصدة إذا مركا وحين الصيني إذا تقان إن شاء الله. سؤال كلام حان قبى قف قف بعد أمانة ودي بتي أرض هذا إيسو قد معكوا سو قدي معكوا سو قدي ألعب بعد ودي بتي إيسو قد عند هاي أي قف ده بعد أنت ودي بتي إيه قد هذا مركا الغو قدي لعبتي أكجو قف كاس تلفنك وحنفلي يا إنه أكجو طبعا إن قلنا عكر هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحرم الشيخ وإنه كويديو صلاة الصبح أيضا مركز واجع وعدانا مركي صلاة وقت جيدنا للجوغة هذا ارتان لقويا لقوتو كذا هدي مركة حوغا واجع وصوع عدانا كورن بالمسألة هذا وهل توقع كره هدي وقت كراهيد النهين واجع عداني وهل توقع كره إلا صبح كلا أو أد كبحاء هي صلاة نمانيسة أول وقت آخر اللي هذا ها أوكي أول كذا مركز صلاة هي صوغ شو إلا هي آخر كذا وحوي أنت إرك وصو قدرنا ها ها والتوكن كره أنت سوال توكن كره كنت دقيقة أنت سوال توكن كره والتوكن كره ها ما صنت يا شيخ بارك الله فيك إن عكلي ألو أنا في لي قف كاس السجن وقف جاي ألو نعم ضغفكم لكم تلفنك وصوتنا يحاول أكثر تي في جنوسك جابي أما وكفوا جادو سيا أسكون مقلنا معي عدك ألو ها ها سؤال بندوني يا شيخنا الكويتيو هاي ويد سؤال شد وحولين ها هدي قفكم مرك وصلاتك كتير وسجود سيني هاي ها و أفسوامال كده عايشتو أنا في عربيد في عن أو كده عايشين كرا أناو أما حاجة المركب أو بعيا أنا في عربيد ولا نكرينين ها مفروض هالشيء خوارين كاسي نعم مسألة سواء مسألة علماء إسكو خلافين وهي الأحسن وحقها قفك إنه كله واقع أفسوامال إذا كله واقع أنا هدا دان ربو إن إلهي وحس سي أو أفسوامال إنا إيراهو أنا جو أفرورها لقاجينا ليه كراسوما مركب نيد نيده كأخري أفسوامالك وبنانته نيده كأخري ما حروف الو طيب الو الو ها وكم مغلا السلام عليكم وعليكم السلام هاي شيخ ميا ها شيخ وسولي وكم سلام هل سؤال اروينا لو سؤال اروينا كويدي شيخ بارك الله فيك تنكوت هاتن كواد وحواي شيقو إن ولا شيء أي عربي سعودي بتي سعود عربية مرك كتاب قرآن كي أي بوصل سعودي جاي مرك كتاب قرآن كا دم بمية أنا جن مو أغني القرآن كتاب بوصل سعودي جاي بسعودي جاي هذا أغني دم ما إن شاء الله واحد أغني مردم هالسمينين إن شاء الله ما مردم مثلا شو ما سمينينه مدى الواد شيقو إن وحن كويدينا عودي جا صلاة وح مركي للجارو ووسك جيفايا ووسك جيفايا وسوق عيا وبرس كذا دعوانا يا وحي وس ياكل دديلا يا كذب أيوس كسوق عيا هل سعيب الله وسع مكسو تكنا صلاة هاد ما تكتها مرك النفط إلى كوسو ردب إن كعده وسقاته تكتيد وعي على كيف كم كنت كذي يا عاد حمر والبابا هذه ما ستكتان ما ترى هذا واسر تكينا كان مركا تكنيس هذه يعني وصلاد صبح ما مر خاطر أنا صلاد ما بالهيب وابس كجيف أسوأ ما حد. كي كده ذل كله توا حسوسي وف وحوناك سلم قفقي إنه صلاد تضيعه وقطر قطرت هذا اللي ضاعي مر كواني أردت إن شاء الله.
هل سؤال كلا يقرا على شيقو فيلمانتا لا داوانو هبين كلو دفرا كبر شيقو ان الى وير خير كوسو جيدا اما ما كسهدا نعم ادا قبر فيل لا ان داوانا هبين كوغا لواد هبين ما كوسو جيدا حتى وحا صلاه قفي وحا صلاه قفينا كقف كسو دفرا اما فيلها كو دفرو اما موبل او دفري دفرك دينت ما اوغلو oo adu salaad fajrki ay ku ay ka dayacaysaa wada aadaa sheegay wax cilada ka oo ka dayacaysa salaad fajr waxa waa dhafar kaas way marka ha dhafrin de insha Allah okay laak filimaanta dambi maal iska taawana waska caad tab wuxuu daawanay ku xirantaa wuxuu daawanay wax hun dayhiin xaraam waa hindi la daawanay hindi filimaa caadi hindi iska taawana hindi caadi ay yirhin islaam qaqaawin soo ku jira hindi caadi miya هذه عادي يقولها عادي يقولها سوا أنا ما وش أبرو على قرط وجيلا وقلا أمسك صيحة نسأل الله سلامة والعافية إن شاء الله أنت وانكر توان إلهي حقها أن تصل ما تيم لنعكل لو ألو نعم بعد مدة هلو هلو وأكون مغلا تي في كذا جيسن تفي قف كاس كيس نعود كيس حلو حلو ليه هلو عفري يا قف كاس كجذب لين عكل هلو هلو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحارة وين هر سؤال كويديو هاي إنه حان كويدي لها إنه قبر ولا شيء أو حاكر إنت نين كذا مدو أسوأ كما قال لما أقول مشو كدم بيا كدي بحي هذا وين جوستي نكلا جوستي أساعي أنا مين قادن يا حكم هرتو إن نك أنت إنك القالي إنه ودعوتي هذا إذا كل قيد كم قوان كم قارك هرتو قال مو دعوني إنه ها نقول أنت على ده هاي إن ما وقعنا أساعي نكلا جوستي أي هدي الحقيقي نك هذا أساعي كهر هدي الله صو شيء أساعي ده لما تمدد هدي الله صو شيء وان شيء لكن أصايد إذا وقت جاء هذا دلوسه شيء وشلو أنت ما بيشهر أتو أنت ما تو أنت دليله أصايد دي قانون وادم بعوض قبل داس إلى هو توبك أنت ولا سو شيء ولا سو شيء إنك أقول أنت على إذا إنك ما دمنا يفتح أنت كده بنا مدوم كيسو بريت إنك لا يبغورس تبو ما قالنا أصايد ما قالت واي قبل داس دين بوينك إيش إلى هو توبك أنت نعم شيء سؤالك لو ودينا ها متكلمنا وتا على سلاد الدكتور اسم مرض سلاد آفر استي أو مرض دي آفر ستيد مرض أو سجود أسرد ما هي خطأ سلاد قصار ك دفع كديكتيد ما كره الله وسلاد وصح لكن ما في عنه لكن سلاد وأنصحه شكرا نعم. شيخ خالد جزاك الله نعم لنعكل هلو هلو الو ها عدكر وقت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو وصولي ها واكو مقلا تلفي تلفي تليفون كي يقلصو هي هي وحن درسنا هاي نن عدانا درسنا هاي او غوري كو دغن هي يمكن مدان اسبد درس هاي الا 20 سنه نن ادو فيعانو ادي كالمي جرو انا مكالمي جرا وها واغرت marka maalin dhaweeyto guri gabadhiisa intuu aaday oo ku xanuunsaday ayuu meesha ku dhintay marka gabadhiga telefoon noos oo dirto tiri odagii waxa la aasiya maalin hebel adaan ma aniga adaan waa ha waagart marka seetac sidiisa looga qayb gali kara ma taasiis taasiis sidoo looga qayb gali kara waa la qayb gali kara hadii in mas'alada hordina u tacsiyeysiin waa banaan tahay oo qofka gaalka loo tacsiinaa waxa laga ilaalinaa kaliya ariga allah uu naxariistina tiraayo qofka gaal ah naxariistina uu taala ka waxa qof dadka u tagtay oo wax leedahay ilaahay bedelkiisa niigu midka bedel ka fiican lahayn niigu bedelo in sabra ina sabr siisid waxa waa ku banaanta saas ugu tacsiin karta okay ma yaani qabriga ma loo raaci karaa ma qabriga inuu raaci mo wanaagsan qabriga loo ma raaci karo gurigiisa uu tago ugu tacsiin leeyahay ha saas ku fiican afdal jazaakum allah khair naam dinaka halo halo ha halo ها وكم غلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ها شيخ وعبد الكريم او كاسو عي مقدش واغرت سؤال غبا سؤالي وحيت هاي ما له حاجرته نين او ليه دول او ليه يا جرته او ما عرفتي قد وين لغا قودي قد كاسنا عرا ايا لغا 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 بخيا او عرداسنا هو عرها دغريها لو دستو ان عرداس مكا لبخيو لعاو ايو كو قاتا باورتا قاتل عاو ايو كو قاتا
godkii markuu waa weynaaday, godkii markuu weynaaday waxaa ku soo daa roobkii markuu imaaday waa buuxsantay meesha. Markay buuxsantayna ciyaalka yararka oo ayaa inta soo dabaal tagay ayay ku dhaceen. Meeshana waxay ku taalaa meel jid qarkiis ayay ku taalaa. Ilmihii meeshii waa ay ku dhinteen. Niman badan ay ahaayeen oo caruur ah oo yaryar oo 13 jir 20 jir meelahaas ah. Marka ilmahaas ninkaas meesha qotay maxay diintu ka leedahay oo lagu qabsan karaa? Waa lagu qabsan karaa, nacam. Hadduu meel wada ay umad joogo oo ka qodo waa lagu qabsanaa. dhinac geesi ku taala ku yaalo naska waa cadyahay. Xadiiska Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ma la ogol qofka inuu jidka wax ka qoro. Hadii qof ku dhacday wax ku dhaqan jid caadiya ma waa macna dhul uu leeyahay waaye, laakiin oo jid gees ka mara waaye oo god weyn laga qoday. Marka dhulka saas kale waa xoog ka qaataa, lacag ay ku qaataa oo maartay ninkaas waa dacweey maxkamadaha islaamka. Maxkamadaha joog meesha, maxkamadaha ku dacweeye إن شاء الله. هل قد عوي محكمة؟ وهل قبسك راها؟ لنعك الهلو؟ هلو؟ هلو؟ أفكاس واكقو أساقنا؟ لنعك الهلو؟ هلو؟ هلو؟ من مقلاي في الأقفكا؟ هلو؟ telefoonka iska gaabi, TV iska gaabi. Hello, ha Sheikh Usman. Ha Sheikh Omar, waa sawaya Sheikh Omar. Alhamdulillah, kayf halak? Andi majiro Usman sawaya. Alhamdulillah, ma faylo khair. Alhamdulillah, ma hanqu su'aal Sheikh. Ha zaman unuka adiga ku hadleeso iddad asayada markii wadankaasha Soomaaliya oo dad ka dhimi jireen naaga afar bilood sali madaxa wax ma marsinin, walaa cuud walaa catar. Waxaa waaye adina macdheesa waxaas ma jiro. Maxaa waaye maya ani cuud iyo catar ma marsan karaan, laakiin saliid waa la marsan karaa. Laakiin cuud iyo catar iyo wax carfa dhan ma marsan karta, waa runtaa. Waa nacam. Halow aa ka go-aamal dhinaca kale. Halow, halow, halow. Qofkaas waa ku jiraa weli, laakiin halo halo ha salaamu alaykum. Wa alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh waa Cabdikaafi oo kasoo wacaya South Sudan. Fadal akhi, haye TV ka daawan akhi, telefoonka igala soco, TV ga iska daa. Sheikh Zuli, waxaan ku weydiinaa gabar haddii meherkeyga su-aasha u su-aal maxaa tiri codka waa ka go-a akhi, codka telefoon internetka waa go-a. Dhinaca kale halow, halow ha waa ku maqlaa? Waa ku maqlaa Sheikh? Waxaan su-aalaan qabaa. Haye, waxaan rabaa Sheikh Zuri aan rabaa. Ha saa kula hadlay telefoonka igala soco, TV iska daa. Bas Sheikh, waxaan rabaa su-aal. Gabar baa alaab ii dhiibatay, ii soo gad ibtiray. Markaan u soo gaday lacagtii ayadoon u siinin baa ninkeeda aan siiyey. Ninkeeda siisay? Ha ayadan uma sheegin. Marka gabadha ninkan waa walaalkay. Had waa dimbiya gasha qofku wixii kuu dhiibtina gacanta kaga salinta Soomaa. أدون أمانة إلى أهلها. أمانة قفك يكون يبت أهل كذا أو يبت وامنك محاكا كجر. أيضا إيه صار قضي سير مركان قضي موش يجين نك تلفون كيس أو قدر كارك ومدر. ما واد أردت أسوأ قال دوي. قال دوي أنا دب صحبا. دب صح إن شاء الله. أي. نينعك الهلو. هلو. waxaa waaye qofka telefoonka u dhageysanaa, qofka duu telefoonka dhageysanaa, codkiisa ma la maqlaay. TV uu shidanaya su-aasha qofka horaata, hadaa ku mashquushid su-aashaada waa ka baxay meesha. Dhinaca kale halow, halow.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حمد سؤالنا كويدي. هيا ويدي. ألو. قفك. ها وكم غلا وات تي في كيس كده تلفون كي جلسوا. هاي الشيخ إيه وحنا تبين هدي أو مل إعلان صار عنك شقين عيو أو إعلان كي وحي أو كلا أو يعني ملك أو كلا مرنا أو كلا عكس دم يا شيخ. ما هي وح أو الإعلان كو كلا إيو وحياة قبل يقولوا بني إن إسكو شر وحي هذا تن تن كنت دعتي هذا بارك حيرتي ودمبي وعند ناس كسو أروري لكن إن إعلان ناس كسو هاري وحلال يكوتا حلال وحكوت ده شيء اللي قدولد وشك مشكلة إنك هاي ست قبلها يورب إعلان كو صارايو عواي ودن كانوا حلو يري دخلي كسو قال قف كشاق قال يري إن عيري قادتا إعلان كالعق بدنا كسو قشو مشي قيسو ومارك قفك إنو سيلف إمبولو يرسك نغضو يري هاني أشقيستو عيرتين إيقي جرا وحاسنا أكسبت إلهي وحاو كو حلالو كاقلي قيا مارك لكن وابنانتا إن إعلان صار العق وقادي كرتيد إن شاء الله نعم لين عكال هلو هلو أفكار سبحان في مدة. هلو ها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخ عربينا سؤال ودي. أساك الله الله إن شاء الله. وحارب ده كان عشاء ولا دب قال لو دينت معي كغبتا. عشاء ولا دب دقة ولو دب ولا دب دقة كراه. أيا. نعم عشاء نص وقص أروري إن إلا إذا لقى توك كر عشاء إلا إلا علماء ذو حسكوا لفسين وقت الأخير هاي لكن النبي عليه الصلاة والسلام. إنه صلاة عشاء أصحابته ومساجد كفردة ويسوق أيان إنه تجيه وكسر ضاحي إلا حتى عمر يقول لي دتك ويجم ويهردودين وإن عاصين وإلا ما ضحوا أسكون عاد عاي وفرديا مركز النبي صلى الله عليه وسلم وتجيه مركز سحور لولا أن الشق على أمتي ومدة هذا دبل لهن وقت كانوا كل عشاء تجيه لها إنه دبل أولي وحيا مركز وصو أرطي لكن لبي تمنك هبي نمي إنه دبل أفهم ما هني يرى علماء ما هو ناقصنا روح مركز حابد قلت كنا ودبل ين كره ودبل ين كره نعم أيوة ما فهمت بارك الله فيك لين عكل هلو نعم طيب حمودة سؤاله برنامج كالكاس قبل يكويهين إلهي سبحانه وتعالى وحنكبرني وحنشاقنا دي صحيهين توفيق إلهي كآهاتي هدي أنقال النفتين الشيطان سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.